مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. بدايه مختلفه، كان لدي بدايه ساؤجلها وابدا بالاهلي. اولا مبروك للنادي الاهلي فوزه بالبطوله السادسه للسوبر الافريقي بعد فوزه على الفريق التونسي 3-2. الصفاقس التونسي 3-2. الاهلي فتح مدرجاته، كان محدد ليه النهارده 30,000 من الجمهور يحضروا. راحت جماهير اكتر، الامن شاف انه ما ينفعش يمنعهم ففتح الابواب وقال لهم اتفضلوا، فدخلوا. جمهور الاهلي كان شكله مشرف، داخل دخله عظيمه، حاجه تفرح، حاجه جميله. قلنا يا رب لا تردهم ولا تزعل المصريين، نفسنا نفرح، ما تكسر بخاطر اللي رايحين علشان يقولوا احنا جمهور كويس بتاع كوره، وهنقدر ان انتوا سمحتوا لنا ان احنا نحضر وهنشرف مصر. الاهلي ما خذلناش وكسب 3-2 وكان متقدم طوال المباراه، 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2. الماتش خلص، الله، الدنيا هاديه، شويه شتايم وتجاوزات من الجمهور في حق الداخليه، مش فاهم ليه برضه، بس ماشي. ما اكيد فيهم من مرضى النفوس وفيهم من اللي جواه ارهابي، ماشي، بس ده مش جمهور الاهلي. التراس الاهلي بيحب النادي بتاعه، مفيش مبرر ان يبوظ فرحته. ايه المبرر؟ عايز مبرر واحد، شرطه سمحت بدخول الناس، قاعده في المدرجات كام شمروخ كده وعدوا والماتش خلص واستلمنا الكاس واللعيبه خرجوا. ثم حكايات مختلفه، لكن في النهايه تكسير كراسي، القاء ازايز على الامن، طبعا في اشتباك بين الامن وبينهم في قنابل غاز عشان تفرقهم، تم القبض على بعضهم، ومشكله شغاله في صلاح سالم عند استاد القاهره. طيب خلونا نفهم، ربما تكون الرؤيه اوضح مع زميلتي ريهام بكير الصحفيه الرياضيه اللي كانت موجوده في الاستاد. اهلا استاذه ريهام. اهلا بيكي يا استاذ خيري. اهلا بيكي. ماذا حدث في استاد القاهره بعد فوز الاهلي وتسلمه الكاس؟ اللي حدث بالظبط ان المنظر كان رائع جدا 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 من الالتراس والجمهور في الدخلات وتحيه اللعيبه من بدايه الماتش. نعم. فوجئنا عقب تسليم الكاس وتحيه اللعيبه، فوجئنا بدات القاء زجاجات، تكسير الكراسي وحذفها على قوات الامن، اي حاجه معاهم، اطباق، ازايز، كوبايات، كلها بتتحدف على قوات الامن. بدأت قوات الأمن تلقي بالأزايز اللي بتتحدف عليهم على الألتراس. شوية بدأ استخدام الشماريخ، يعني بشكل عنيف جدا، يعني إلقاء الحاجة نفسها بشكل عنيف. بعد كده قوات الأمن قفلت البوابات بحيث إن مفيش حد فيهم ينزل الملعب. دقايق قليلة وبعد كده ابتدت قوات الأمن يفتحوا البوابات عشان يدخلوا يسيطروا على الشغب ده. كل المجموعة اللي موجودة بدأت تجري عشان تخرج بره المدرجات، مع برضو ان هي فضلوا يلقوا بالكراسي واي ادوات معاهم على قوات الامن. نعم. والوضع ايه دلوقتي في تلك اللحظه؟ انت الوضع في تلك اللحظه ان كل المجموعه اللي موجوده في الملعب، لعيبه ومصورين، لسه ما جوه الملعب مقفول عليهم، ما قوات الامن لسه ما خرجتهمش. الصحفيين برضو موجودين، انا سالت من شويه احد القيادات الامنيه، قلت له نقدر نخرج دلوقتي ولا الدنيا يعني عامله ازاي بره؟ قال لي لا استنوا شويه. فعرفت من بعض الزملاء اللي خرجوا مشوا من بدري ان في اشتباكات جامده في صلاح سالم. هل كان هناك اي عنف من الامن سبق هذه الاحداث من الالتراس؟ اطلاقا اطلاقا، المنظر كان رائع جدا، فوجئنا بكل الاحداث دي بتحصل بدون اي مبرر وبدون اي داعي. بشكرك جدا. المنظر كان رائع جدا وملحوظه بس في الطيري، بدات اللعيبه تخرج، فريق الصفاقسي بدا يخرج من الملعب وهيليه بعد كده فريق الاهلي. بشكرك جدا زميلتي ريهام بكير. ليه؟ عشان ايه؟ عشان مصلحه مين؟ مين اللي ممكن يبقى مستفيد من ده؟ مين اللي ممكن بيكره البلد وعايز يبقى شكلها وحش؟ عندنا رئيس الاتحاد الافريقي، وعندنا مندوب الفيفا، وعندنا منظر وزير الرياضه قاعد، ورئيس النادي قاعد، ونجوم الكره، وحسام البدري، وجمهور حلو، وفزنا وخدنا الكاس للمره السادسه. مين اللي ليه مصلحه البلد دي تفضل شكلها وحش؟ ان الناس ما تفرحش وتتهنى بحاجه.
مين اللي ليه كيف يأذي الشرطة ويسيء إليها ويشتبك معاها؟ أنهي ضمير بيحرككوا؟ أنهي إحساس تجاه هذا الوطن؟ بجد شيء يزعل ويحزن. بترجعونا ورا تاني وتتمنع الجماهير تاني عشان شوية فاسدين، شوية مغرضين، شوية سيئين، شوية لا بيحبوا الأهلي ولا بيحبوا البلد دي. يعني الواحد مش عارف يقول ايه، لا حتى في قلب الفرحة لازم يعكنونه عليك. وطبعا انتم ممكن تتخيلوا مين اللي ورا ده، اللي بيحرق الجامعات، اللي بيضرب الشرطة في الشوارع، اللي بيقتل فيهم كل يوم. شيء طبيعي، شيء طبيعي انه يدخل النهاردة في وسط جمهور عظيم رايح يشجع فريقه فيفضل المجموعة دي. اوعوا تقولوا لي ان دول الـ30 او الـ40 الف اللي كانوا حاضرين، ده عدد منهم، والعدد ده معروف هو مين كويس وعمره ما هينجح. طيب، بمناسبة النجاح اهدى بقى تاني، علشان انا من الساعة 7 الصبح وانا على سفر. انا قلت لكم بقى عندي حلقة خاصة النهاردة. النهاردة انا كنت في طابة وشرم الشيخ. منذ ايام صدر بيان منسوب الى جماعة انصار بيت المقدس او بيت يهودا، هددوا فيه السياح بانهم بيدوهم مهلة 3 ايام لمغادرة مصر، والا والتهديد بالتحديد في سيناء، والا هم يتحملوا مسؤولية بقائهم في مصر. طبعا الداخلية خدت الامر بجدية، كان في اجراءات امنية مشددة، ولكن عرفت بالامس فقط ان السيد وزير الداخلية والسيد وزير السياحة اللواء محمد ابراهيم والسيد هشام زعزوع قررا ان يتوجها في نفس اليوم في رسالة تحدي للارهاب الى طابة وشرم الشيخ. وتحدثت مع السيد وزير السياحة ورتبت، وكنت حريص ان انا اكون موجود هناك. كاميراتنا كانت موجودة بالصبح وبتنقل لكم المتابعة، واجريت حوارا مع الوزيرين هعرضه على حضراتكم بعد ما خلص. هذا الحوار كان فيه تفاصيل كثيرة، كل ما يهمكم عن الإرهاب وعن جماعة أنصار بيت المقدس وعن استعدادات السياحة ووزير السياحة للتعامل مع هذه الأجواء وحجم الخسائر قد إيه وكيفية تجاوز هذا. تكلمنا عن الاتهامات بالتعذيب في السجون، تكلمنا عن قضية السيدة دهب التي كلبشت أثناء علاجها، ووزير الداخلية حكى لي التفاصيل. اتكلمنا عن شهداء الشرطة وإيه اللي هيتم معاهم، حاجات كتير اتكلمت فيها مع الوزيرين. ولكن على هامش هذه الرحلة كان هناك مجموعة من اللقطات عايز أقولها لكم. طبعا هي خطوة جريئة ومحترمة من وزير الداخلية ووزير السياحة أن يذهب في تحد وفي هذه الظروف، وانتوا عارفين سهل جدا ان حد يقف على جبل، المنطقة كلها جبلية، عندهم اسلحة كتير واسلحة مختلفة، لكن التحدي انك كنت تروح. وانا كنت حاسس بفرحة وبدور ان انا رايح في هذا التوقيت في طابة. طابة مدينة ساحرة، جغرافيتها ومنظر الجبال اللي فيها ومنظر البحر بجماله المبهر. طبعا الحركة السياحية هناك محدودة، عدد الفنادق مش كبير، لكن هذه المدينة الصغيرة مدينة شديدة الإهمال، مهملة إهمال غريب جدا. من ساعة ما تنزل من المطار في طريقك حتى تصل إلى طابة، الرصيف مزري ومخجل. منطقة الرصيف الوحيدة الكويسة لونها أحمر، اللي عملها مين؟ الإسرائيليين. طبعا المنفذ، عندما تصل الى منفذ طابة حيث كان الحادث، كنت واقف في مكان الحادث بالضبط. الحادث ممكن يحصل في اي مكان، وزير الداخلية خد قرارات فورية وعمل تحقيق في الحادث وهو واقف بعد ما اتعمل تحقيق قبل كده، وخد قرارات وعمل تغييرات وقال لهم على موصل شرم الشيخ هيكون اتعمل جزء وخلال ايام قليلة جدا، وطلبوا بعض الاجهزة والمعدات فاصدر قراراته الفورية بعمل ده، وده كان شيء كويس قوي. الرصيف على المنفذ على طول لوحة كده، ويلكم ان اسرائيل، مرحبا بك في اسرائيل. على مرمى البصر انت شايف ايلات، مدينة شكلها نظيف وحلو، وانت واقف شايف طابة رصيف مدشدش، الرصيف الوحيد السليم اللي عملته اسرائيل قبل ما تسلمنا طابة في سنوات السبعينيات والثمانينيات. الرصيف ما تكسرش وما تدمرش، واحنا رحنا ورصفنا مرة واثنين وثلاثة،
بس طريق مخجل، طريق يخجلك. القضية بس مش في الإرهاب، القضية في الاستثمار، في التعمير، في طابة وشرم الشيخ. شرم الشيخ من فوق لما تبص لها من الطيارة منظر مبهر، نظيف، خضرة، جمال، بحر يمينك وبحر شمالك وحاجة كده بديعة. السياحة هناك نسبتها 45%، 50%، نسبة محدودة ولكن جيدة. السياح مصرين انهم يقبلوا. الحياة هناك هتشوفوا بعينيكوا الصورة كان شكلها ايه. لازم اشكر مجموعة فنادق سافوي وصديقي عماد عزيز اللي استضافنا وكان الحوار هناك واستقبلنا وشفنا مناظر السياح في المنطقة في سوهو سكوير وهم موجودين وعايشين حياتهم كويس قوي. شرم الشيخ دخلها مجموعة سيارات جديدة شكلها حلوة قوي، مالية الشوارع، الكمائن كتير. زملائي اللي سبقوني بسيارة من هنا راحوا من واحدة بالليل وصلوا الصبح عشان في أزمة في السولار، وكان في كمائن كتير، بس الكمائن الكتير كلها كانت بتفتش. لما سألتهم كيفية التعامل قالوا لي التعامل من الشرطة والجيش كان في منتهى الاحترام. جزء رئيسي من مواجهة الإرهاب هو التنمية، علشان نقدر نمنع الإرهاب في طابة. شوفوا المساحات هناك، مساحات شاسعة من الأراضي. أنا يعني ربنا يسامحه اللي كان السبب، اللي سابوا أراضي زي دي ومناطق زي دي تبهر العالم. في فرنسا حتة اسمها نيس قد كده، مدينة صغيرة، الكل اللي عندهم بلاج، وبلاج ما يجيش حاجة في مية طابة ولا في نظافتها، هناك زلط، عندنا رمل. جزر الكناري اللي بيغنوا بيها المية تلاقيها سودة وفيها قش وفيها حاجات كده زبالة، ومع ذلك بتتباع من أغلى مناطق السياحة في العالم. أنا عندي مية زي دي وبيئة زي دي وجغرافيا وجبال، ومحدش فكر أبدا يوسع ويقول البلد دي مش هتتعدل غير لما نفتح استثمار ونشتغل. وعشان أشتغل عندي مناطق جاهزة للاستثمار كده، وقصادي العدو بتاعنا بنى وعمر وكبر ومنفذ خطوات على بعد منك. وانت ما بتعملش ده ليه؟ علشان ايه؟ واحنا بنقولك اعمل حاجة، انا بقولك اعلن لمستثمرين وتعالى وبيع اراضي، اعملها باي نظام زي ما انت عايزه، واعمل اللي انت عايزه، بس خلي الناس تشتغل ووفر فرص عمل وخلي الناس تيجي. فالفراغ والفقر هو اللي بيعمل الارهاب. كانت رحلة طويلة منذ الصباح، قام فيها الوزيران بجولات عدة في مناطق، تفقدوا الكمائن. كان وزير الداخلية في زيارة سابقة طلب أشياء تتعدل في الكمائن، كان عنده ملاحظات في الحماية من المناطق الجبلية، تعمل جزء ولسه جزء، حاجات كتير هتشوفوها وهنتكلم فيها في الحوار إن شاء الله. هطلع فاصل، بعد الفاصل عندي المزيد من الأخبار والتفاصيل. الإرهاب الأسود ما زال يضرب مصر في وقت كان وزيران يتحديان هذا الإرهاب. في إرهاب مش هيتوقف قبل الانتخابات الرئاسية، ربما يسعى لأن يتزايد، ولكن إرادة المصريين وإحنا جميعا يجب أن نتكاتف، لأن ده مستقبلنا. اللي عايز يسرق مستقبلنا واستقرارنا وأمننا يجب كلنا نكون مع بعض ونقف في ظهر بعض عشان بلدنا تبقى أحسن. نلتقي بعد الفاصل. المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية يقر لائحة انتخابات البابا بشكل نهائي خلال اجتماعه اليوم. الرئيس عدلي منصور يؤكد خلال استقباله رئيس وزراء لبنان الأسبق موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية. الرئيس عدلي منصور خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي تيم كين نحرص على العلاقات مع الولايات المتحدة قدر حرص واشنطن عليها. استشهاد رقيب شرطة وإصابة ثلاثة آخرون في هجوم مسلح استهدفهم بمدينة الزقازيق. وزير الداخلية يؤكد خلال زيارته لطابة على إقامة منطقة عازلة للسائحين لزيادة عملية التأمين. المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثاني. محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة مراسلي قناة الجزيرة القطرية في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريوت إلى 5 مارس المقبل. وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر الوزارة تدرس بدائل تخفيف المناهج تعويضا لمد فترة الأجازة.